بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن حملة إيدك معنا اللي أطلقها المجلس المحلي الثوري مع بداية نزوح أهلنا من قارة إلى مدينة عرسيل، قمنا نحن بلجنة الإغاثة بإعداد هلا هذه السلة الغذائية الثانية اللي راح نوزعها. السلة الغذائية الأولى اللي وزعناها بداية شهر كانت كلفة السلة الغذائية حوالي $40، استفاد منها حوالي 1200 عائلة. وطبعا ضمن السلة كان مواد كافية المتعارف عليها اللي بتكفي العائلة، من سكر ورز، 5 كيلو سكر، 5 كيلو رز، 3 كيلو برغول كليان شعرية، مربى مشمش عبوة كيلوغرام، حلاوة شاي نص كيلوغرام، جبنة كيلو ونص، عدس كيلوغرام، حمص كيلوغرام، وزاد دوار شمس ودبس فندورة وسباكيتي وزعتر. هلا نحن ان شاء الله عم نعد للتوزيع الثاني. هلا بداية الشهر اللي نحن فيه، بداية الشهر الثاني، وعم نقوم بإعداد السلال مثل ما كنتم شايفين، سلال غذائية كبيرة العائلات الكبيرة وسلال غذائية صغيرة. هلا نحن ضمن المستودع ومثل ما كنتم شايفين عم نجيب المواد كلها بأكياس جاهزة وعم نقوم تخصيصها. هلا هي العملية بتوفر علينا بالمال وبيستفيد منها المواطن الأكثر. وكمان قمنا بتوزيع سلة منظفات عبارة عن جالون شامبو 2 لتر و4 كيلو تايد و لتران لودالين ودزين صابون 6. هلا نحن ضمن مستودع المنظفات، مثل ما قلنا حصه المنظفات اللي وزعناها هي عباره عن تايد 4 كيلو، دزين صابون، 2 لتر شامبو و2 لتر لودالين للجلي. كمان اشترينا، في عندنا قسم، يعني في عندنا عدد من العجزه من اهلنا من ارا بحاجه فوط صحيه للعجزه الكبار، قمنا بشراء 100 كيس فوط عجزه وعم نوزعهم على العجزة في هون.